بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم متابعين قناة عرب جلو لينكس. معكم عبد المجيب. من أحسن الفيديوهات اللي أستمتع بها أنا هو أنه أراجع توزيعه أو أعطيكم برنامج أحسن من أعلمكم برمجة أو أعلمكم شيء بسطر الأوامر. متعة صراحة تكتشف شيء بعينك تشوفه برمجي منم بعدين يطلع خطأ. طيب أول شيء خلص القهوة. اليوم القهوة لا قصة ترى، يعني تحسبون قهوة بس جيت، لا أنا طلعت أدور والشوارع دور والشوارع عشان قاعد أصلح لي قهوة اليوم إنه بيت ما بقهوة. اوكي اليوم بتكلم عن او قصه بسيطه. اوكي ليش اليوم بتكلم عن المشغل هذا اس ام بلاير؟ اليوم بتكلم عن اس ام بلاير طبعا لانه انا شخص شبه متوحد، ترى صعب اني اغير شيء استخدمه لفتره طويله. لكن في ال سي مؤخرا شفت انه يعني خاصه مع ديبيان، اوكي مش ولا بد، يعني كنت اسجل فيديوهات للقناه بعدين اشغل فيديو في مشكله في تقطيع في انه فتوقعت انه المشكله في التسجيل، طلع في النهايه المشكله في المشغل. لذلك قررت اغير المشغل الى مشغل اس ام بلاير. طبعا هو مو مشغل مجهول وما حد يعرف، مشغل مشهور جدا حتى انه موجود باكثر من مشغل ثانيه. لكن هذا المشغل اكتشفت فيه اشياء رهيبه يا جماعه، رهيبه خاصه اللي قاعد على الكمبيوتر باتله بيعجبك هذا. طيب بدون مقدمات خلنا نفتح البرنامج بعدين راح الملتي ميديا يعني راح اسم بلاير. اوكي طبعا انا عندي شاشتين لذلك يا صديقي ما قلت كنت فاير فوكس انا. ايوه يا سلام، طبعا انا فتح فاير فوكس على شيء بركيه بعد شوي. طيب البرنامج بشكل افتراضي هذا شكله، انا ما احب شكله هذا لانه ذكرنا ويندوز فيسا سيدا شكله كان. طيب اول شيء ممكن تسويه باي برنامج باي توزيع بجوال جديد اي شيء اشتريه، تروح على الخيارات تخرب كل شيء وبعدين تخربه وبعدين تشوف لك حل معه. المهم روح الخيارات، حنا عشان الشكل ما جاهز ما اقدر اشرح شكله كذا، فاحب انه اغير شكله يكون شكل اكس اف سي نفس واجهتي الحاليه. بسيطه نروح على القوي نختار ميني قوي. طبعا ميني قوي راح تصغر الشاشه زي ما تشوفين الخيارات هذه بتروح، انا ما احبها نقروشه ماشي. راح اختار الايقونات الافتراضيه للسيستم، راح اختار شكل جي تي كي واسوي ابلاي وكذا البرنامج راح يتحول تماما زي ما انا شايفه عندي الحين. اوكي فكذا يعني انا احبه. طيب هذا بالنسبه لاول شيء في الاوبشنز اللي هو الشكل. طبعا ما راح اشرح كل شيء في الاوبشنز ترى، اوكي لسبب بسيط انه كثار خيارات بصراحه كثار قوه، فبشرح الاشياء اللي احس انكم تستخدمونها. اوكي اول حاجه هو ريمبر تايم بوزيشن، هذا هو لو شلت علامه او خليته بشكل افتراضي الفيديو مثلا قاعد اتفرج على فيلم، الفيلم وصل مثلا 10 دقائق وبعدين سكرته وفتحته من جديد راح يكمل من 10 دقائق، هذا المقصود يعني. اوكي في عندك هنا انيبل سكرين شوتس لو حاب تتركهم بشكل افتراضي، الشكل سكرين شوتس اللي تاخذ صور من الفيديو هذا المقصود. اوكي هذه حركه جميله جدا، هل انا اذا صغرت المشغل راح يسوي بوز راح يوقف، يعني وانت تتفرج على الفيلم صغرت الشاشه راح الفيلم. طبعا انتم في بعض الناس اكيد محتاج الخاصيه اذا قاعد تشوف حاجه كذا ولا كذا ودخل عليك احد تقوم تصغر الشاشه ولا صوت ولا نفس ماشي. وفي عندك كلوز وين فينيش بلاي باك، اذا انتهى الفيديو خلاص قفل. في هذه الخاصيه حلوه برضو لو كنت تفرج على فيلم وانت قبل مثلا اوكي فالكمبيوتر بيطفى. انا ما جربت الخاصيه هذه، ما ادري عن هل البرنامج بيقدر يطفي الكمبيوتر بدون صلاحيات، انا ما جربته صراحه. جربوه وعادوا رايكم تحت لانه ما راح استخدمه اصلا. طيب في حاجات خاصه بالفيديو هنا بشكل افتراضي كله تمام، لكن لو عندك مشاكل في العرض عندك مشاكل في تقطيع في شيء ممكن ترجع للموقع حق البرنامج وتشوف الاعدادات غالبا بيودونك هنا او راح يودونك على البرفورمانس. اوكي في هنا خصائص بشكل افتراضي ترى شغاله فما يحتاج تلمسه، لكن انت ممكن هنا تعدل بعض الاشياء اللي حبيت تعدل. فبشكل افتراضي مع ديبيان راح يكون اكس في ترى، اوكي فراح اخلي اكس في لانه بشكل افتراضي ديبيان كذا. اوديو الاوديو طبعا برضه افتراضيا مع ديبيان بولس اليوم مشغل الدرايفر حق الصوت. في برضه حاجات تخص الصوت من هنا، يعني واحده منها اللي هي جلوبال فوليوم مثلا، اذا كنت بالصوت يكون متلائم مع صوت السيستم نفسه ممكن تخليه علامه صح موجوده هنا. هذه برضه حاجه حلوه بالنسبه للصوت والفيديو، ايش هي السبتايتلز اللي تبيهن. اوكي السبتايتلز اللي تبيه يقصد فيه الترجمه، فانت ممكن من هنا تحط اي ار مثلا اي ار. طبعا فيه ترى شرح لو حطيت الماوس هنا بيطلع لك شرح. فاللغة العربية مثلا AR، الإسبانية AS وهكذا. طبعا ما بلازم ترى لأن الترجمة بتجيب من النت أصلا. طيب راح نجي احنا على الدرايفز، هذه هي المشغلات. أوكي فأنت المشغلات اللي تبي وش تبيه يعني بالضبط وش تبي لحظة هذا مجهز لي. أوكي صغره تكبره يا سلام. فهذه المشغلات اللي سيدي والشغلات هذه، أنا ما أدري في أحد يستخدمها للحين ولا لا. برفورمانس هذه اللي قلت لكم لو عندك مشاكل ممكن هذه الأشياء تحسن لك شوي. أوكي
طيب سبتايتلز الافلام اللي يجي مع ترجمه, هذا السبتايتلز حق الافلام بشكل افتراضي. البرنامج بيسوي لو عندك ترجمه جنب الفيلم بيسحب لك اياه وشغله بشكل افتراضي, اوكي. فعندك هنا الخيار الاول يقول لك لا انه لازم تكون اسم الترجمه نفس اسم الفيلم. هذا كله ما يهم, اللي يهم هذا في مستخدمين جنو لينكس طبعا راح نحمل ترجمه, الترجمه ممكن يكون كتبها واحد بالويندوز فبيطلع الترجمه مخربطه, فلازم نعدل من هنا, نختار مثلا ترميز الويندوز ماشي, فترميز الويندوز زياده اذا واحد منهم اوكي. لا هذا حق الويندوز معليش, بحيث انه الترجمه تطلع بشكل صحيح. لو ترجم بيو تي اف مثلا باللينكس بيكون هذا الاختيار, بس بشكل افتراضي يو تي اف راح يشتغل ترى يعني. ترى هذه فتوى من جيبي يعني ما جربت, بس انه اعتقد تضبط. فونتس اند كالرز ممكن هنا تعدل الوان الترجمه اوكي, وتحط خلفيه للترجمه وكذا يعني حاجات حلوه والله. طيب اسم الانترفيس هذا اللي توسوناه قبل شوي, الاوتو ريسايز هذا اللي هو تصغير تحجيم النافذة يعني بشكل تلقائي, بحيث انه كان الفيديو كبير بتكبر, اذا كان صغير بتصغر, هذا المقصود فيه. طبعا حاطة نيفر او الافتراضي هو نيفر انه لا تعدل شيء, ولكن انت ممكن تحط اذا شغلت فيديو جديد كبر الشاشة حجم حجمه بس اوكي, ممكن تخليه كذا, انا ما حبيته خلوه نيفر. سيكينج هذا بالنسبة لخيارات تقديم والترجيع, ممكن تعدل الايقونات, فالشورت جمب القفزة القصيرة ممكن تقدم 10 ثواني, الميديوم متقدم دقيقة, اللونج متقدم 10 دقائق, العجلة الفارة هذه اللي تحرك بالنص هذه ممكن يعني زي ما انتم شايفين 30 ثانية ممكن تحط اقل بكيفك يعني, ترى شيء عليك ماشي. انستنسز كم تبي, وهل كم من برنامج ممكن يشتغل نفس الوقت؟ في ال سي طبعا ممكن يشتغل اكثر من واحد, هذا بشكل افتراضي اذا فتحته ورحت فتحته مرة ثانية ما يفتح لواحد, هذا المقصود فيه. لو شلت الخيار ورحت فتحته مرة ثانية يفتح برنامج اس ام بلاير ثاني. فلوتين كنترول, وهذا خاص طبعا ما اقدر اكبر الشاشه, انا قاعد اصوركم بزاويه الشاشه عندي. لما تسوي تكبير الفيلم في شريط تحت يطلع حق الادوات صح, اللي هو فيها يقدم ويرجع الصوت, هذا الشريط متحكم بحجمه من هنا, فالعرض 70% وممكن تحطه فيه 100% يطلع عريض اوكي. بالنسبه للمارجن الارتفاع حق الهامش ممكن تزيده بحيث انه يرتفع او ينزل, طبعا عندي في احد يدقق على الحاجات دي يعني, اذا كنت متعود على حاجه ممكن تجي تعدل من هنا. privacy هنا كم عدد الاشياء اللي ممكن تحفظ بالريسنت فايلز اللي هي ملفات مفتوحه مؤخرا, 10 ممكن انت شخص تقول له ما بيحدد ايش انا شايف up to you اوكي, يمكن الكمبيوتر يكون مشترك مع هذا. طبعا ماكس ايتمز طبعا نرجع 10, احيانا تفتح فيديو ودك ترجع تشوف بسرعه. ماكس ايتمز بالنسبه للروابط, لهذا شغل روابط راح اشوف شلون الحين, 50 رابط. كيبورد الماوس ممكن هنا تعدل اختصارات الكيبورد على راحتك, افتح ملف مدري وش, كله موجود هنا, اللي عليك انك تضغط وتحط اختصار جديد. هذا الماوس خياراته ممكن تعدله بشكل افتراضي جيده. حق الفهره هذا العجله, البلاي ليست خيارات خاصه للبلاي ليست من هنا ممكن انك بشكل افتراضي زي ما شفنا ملفات الفيديو تضاف بشكل افتراضي للبلاي ليست. شيء راجع لك انا بوريك شلون اسوي بلاي ليست بعد شوي. التي في اند راديو هذا احسن جايب عندنا هنا, ما ادري في احد يسمع راديو الاقصر الحالي, احيانا الواحد كذا يصنج الحال وقاعد يبرمج قاعد ما بيسوي شيء, فودك يشغل اي شيء بالخلفيه اوكي. احسن شيء تسوي انك تدور قناه ما تفهم ايش يقولون, ترى يتكلم جد, ان حطيت قناه عربيه بيضيق صدرك, فلان مات وداعش اذبحه واحد وصاروا طياره صاحت ومنطاح ما ادري صد ولا يستبون اصلا, فاحسن شيء تدور قناه مثل حضرتك يعني, ادور احط روسيه والله ما ادري ايش يقولون, والله ما ادري ايش بس اوكي تخيل اوكي صح صح صح, وخلهم يمشون ما عليك اتركهم اوكي. فبنشوف الحين شلون ابديت بشكل افتراضي, انت اذا كنت تستخدم توزيعات جنو لينكس هذا الخيار ما انت بحاجته اصلا انت اوكي, لانه التحديثات بتجيك من التوزيعه نفسها. النتورك هذه خصائص الشبكه اوكي. هنا في حاجه مهمه, اليوتيوب اذا كنت تستخدم الانترنال يوتيوب قبل اس ام تيوب, ايش الدقه الافتراضيه اللي حاب تشغلها ماشي. ممكن انت شخص تقول انا بس ابي اسمع من اليوتيوب اوكي, اذا كنت ابي بس تسمع من اليوتيوب ممكن تحط مثلا 360, اذا كنت شخص عندك اتصال انترنت عالي ممكن تحط 1080 يعني, يعتمد وش تبي خياراتك. البروكسي لو عندك بروكسي ممكن تحطه هنا. ادفانس عباره عن خيارات متقدمه, قليل من الناس راح يحتاج انه يجي يعدل هنا, هذه ممكن تعدل بالاداء وشغلات كثيره. اللي حاب اركز عليه ودق عليه انه هنا في اوامر ممكن تحطها في الفراغات هذه, زي فلاتر الصوت, فلاتر الفيديو, وفي اوبشنز للبرنامج بحيث انك اي شيء تشغله بشكل افتراضي يقوم ياخذ الخصائص هذه. فعلى سبيل المثال اول ما تشغل البرنامج لو حطينا هنا فوليوم 50 راح يكون الصوت 50 اوكي. الفلاتر الفيديو ممكن تحط سكيل بحيث انك تكبر وتصغر ويعني انت خذ راحتك في, ما ادري يعتمد. اذا كنت حاب يعني تدقق بالحاجات دي ممكن تروح على الموقع حق البرنامج, انا ما ودي ادقق على كل شيء لانه بنخلص قعد ساعتين. اوبن من هنا ممكن تفتح اي شيء, فملف
المفضلة، مجلد، بلاي ليست، من هنا ممكن تضيف البلاي ليست حقاتك. طبعا ممكن تجيب بلاي ليست جاهزة اصلا فيها ملفات MP3 او اي شيء. طبعا انا مودي افتح لان عندي ملفات واجد. اوكي في عندك طبعا الديسك، لو عندك ديسك URL، لو عندك رابط تسمع منه. وجينا للفله الرادو، هنا تروح لإيديت، هنا تضيف القناة اللي تبي. طبعا انا بوريكم كيف تجيب. لحظة، بسم الله صديقي. اوكي زي ما انتم شايفين هذا الموقع، هذا حق السم بلاير، لكن هذا الموقع فيه قنوات كثيرة، وهذه القناة الروسية اللي كنت اقول لكم عنها. طبعا لازم تجيب اوكي الرابط، يعتمد نهايته وش اكستنشن حقه، ممكن يكون ام بي 3 ممكن ما يكون ام بي 3. اوكي طيب غالبا اللي يشتغل مع ويندوز ميديا بلاير راح يشتغل من هنا. اوكي راح ننسخ هذا الرابط، نصغر، نجي نحط النيو ايتم. نجي هنا، طبعا ممكن نحط اسم القناه هنا. ايش اسم القناه عشان احنا بنسوي دقيقين؟ يعني اسمه شانون اف ام رومانتك، ولا شانسون؟ هذه شانسون، الله يذكرك بخير يا شانون، هذه واحده نوت تشتغل معنا. وهذه شانسون، ممكن تحط ايقونه لو تبي من المجلدات اللي عندك. طيب خلاص خلاص اوكي، راح اجي هنا اوبن، راح اضغط على راديو، وبعدين اختار القناه اللي اضفتها. هذه احسن شيء، ما تفهم شيء. ايه هذا اللي قبل شوي، ممكن يكون دعايه اولويز، ممكن يكون دعايه بيبسي، ممكن ما يكون شيء. هذا احسن شيء انك تفهم شيء، بس هز الراس. يهمنا طبعا خلصت من هنا، ممكن تجي على البلاي، هنا خيارات تقديم وترجيع وتشغيل وتوقيف، خيارات عاديه يعني، خصائص للصوت الفيديو، خصائص للصوت التبتايتل، ممكن من هنا تحكم بها. اوكي اللي هي الترجمه. براوز، من هنا ممكن تسوي زي ما تمشي في، تفتح اكثر من حاجه يعني من اكثر مكان. لكن في هنا بالاوبشنز اليوتيوب براوزر، وهو اللي بيهمنا طبعا. اذا ما ركبت اس ام يوتيوب ما بيشتغل ذا. اوكي حسب توزيعتك، انا عندي الحين شغال على ديبيان، مو بجسي ديبيان تيستينج الجايه. اوكي شو اسمه الجايه نسيت اسمه، المهم انها ديبيان الاختباريه، فموجود اس ام بلاير. اذا ما موجود بديك رساله، ضغط على اوكي بدك الموقع يعلمك كيف تركبه. طيب هذا اللي اسمه اس ام تيوب. اوكي هنا طبعا بيجيك تحديث، اذا كان في تحديث طبعا تقول اوكي، بيحمل كوديك معين، اذا كان الفيديو غير مدعوم بيحمل الكوديك حق اليوتيوب، بعدين بيقول لك خلاص شغل. طبعا هنا وش بيجي؟ هنا كانك فاتح صفحه اليوتيوب الافتراضيه، هنا ممكن برضو تتحكم بالخصائص اللي موجوده، ممكن تفتح التول بار تشوف كانك على فيديو ترى. اوكي على متصفح عفوا، ستاتس بار ممكن تحطه برضو عشان تشوف الستاتس تحت. هذا كله غير مهم، اللي مهم عندك انك تبحث هنا، والله انا حاب اسمع مثلا كتاب الحب، الله اكبر، اللي عليك تسويه بس تضغط. اذا محتاج كوديك زي ما قلت لكم بيحمل كوديك، اذا مو محتاج كوديك بيشغل، ويعتمد على سرعه اتصالك وعلى دقه الفيديو. اوكي راح يحمل التحديث الحين، ما في صوت. الفيديو 700 اوكي طبعا كانك على اليوتيوب تقدر تقدم وتسوي اللي تبي، تقدم وتراجع وتحكم. هذا الشخص فخم يا ناس. جميل جميل جميل. هو راح جاب العيد قبل فتره، طلع اغاني ما انا بقايل خايسه. اوكي وسحبت عليها شخصيا، بديت ما اسمع له اخر شيء يعني فترة قبل سنتين، يمكن هذه كانت فترة، بس الحين طلع بالحاجة هذه جت طلع. المهم احنا ما علينا، احنا دخلنا بنقاش فني، احنا ما نفهم اصلا بالمواضيع دي. اوكي خلصنا من اليوتيوب، خلونا نفتح بس نقطة أخيرة ومهمة بالاس ام بلاير. اوكي بالاوبشنز هنا، لا طبعا في البريفرنسز عندك، هذه النقطة مهمة جدا. لاحظت علامة الصح هنا تحت جنب الساعة، بتطلع الأيقونة حقت البرنامج بحيث انك تقدر تقفله ويكون مصغر تحت. اوكي انا احب تكون هذه دائما موجوده، خاصه لو كنت تسمع الراديو. اوكي في النهايه هنا ممكن تشوف الشروحات الخاصه بالبرنامج، هذا يكفيك لو تشوفه عن شرحي بكل الخطوات.
ستيب باي ستيب على قولتهم يعني خطوه خطوه. هنا الاسئله اللي دائم تنسال, هنا خصائص او اشياء بسطر الاوامر ممكن تستخدمها, هنا التحديثات زي ما قلت لكم مو بلازم اوكي, ممكن هنا تحدث تحديث اليوتيوب اي الكودك حقه اوكي. اوبن كونفيجريشن فولدر, هذا فيه فولدر خاص بالاعدادات موجوده. في عندك هنا اباوت اس ان بلاير عباره عن معلومات موجوده يعني, زي ما انتم شايفين هنا في الروابط اللي موجوده, ممكن تروح تشوف اي شيء تبي تعرفه عن البرنامج هنا. اتمنى ان البرنامج يفيدكم, انا شخصيا جدا مستمتع بالبرنامج اوكي. اكثر شيء ممتع انا هذا الروسي اللي متكب الكمبيوتر حقي شغله بربري بربري موسكو بريكا ابريلا بريلا بريرا اثنين شاهي وخلاص. المهم زي ما قلت لكم هذا مجرد برنامج راح يفيدك ان شاء الله باستخدامك اليوميه. في برامج كثيره, هذا ليس الافضل ترى, بس انا راجعته تحديدا لانه استخدمته مؤخرا واكتشفت انه مفيد اوكي. اتمنى انه يفيدكم, واللي عنده اي مشغل يحبه وعنده زي ما تقول ميزه موجوده بهذا المشغل ممكن ينزله تحت عندنا بالتعليقات, يكتب التعليق. اذا حصل وقت ممكن نراجع هذا البرنامج بعض, اذا ما حصل وقت ممكن تفيد غيرك وشوف البرنامج حقك انت ليش تستخدمه, ايش الفوائد اللي موجوده فيه. نشوفكم ان شاء الله في درس قادم, والسلام عليكم ورحمه الله.